السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في هذه المحاضرة اللي راح تكون عن راح نعمل فيها شوية بريفيو عن الـ OOP Object Oriented Programming، بالإضافة إنه إحنا راح نمر مرور سريع على الشابتر الثاني من الكتاب. راح نبلش بالشابتر الثاني من الكتاب، بس أنا زي ما وعدتكم هذا الشابتر الثاني من الكتاب Part 1. إحنا قلنا الشابتر 2 Two Parts، حكينا عن هذا الأمر مسبقا. تمام. وأيضا زي ما أنتم شايفين، أو بالأحرى خلينا بس نعمل شيرينج للشاشة معكم صحيح بأسرع وقت ممكن. تمام. هاي شيرينج للشعبة هاي، والشعبة هاي إلى أن ينضم بقية زملائكم، إلى أن ينضم بقية الزملاء بالشعبتين، فبنرحب بالجميع. وهيك صار الشاشة مشيرة مع الشعبتين. تحياتي للجميع. لحد الآن عندنا 16 طالب، على أمل أنه يوصل العدد لل 40 أو 45. نبدأ الآن على بركة الله، إن شاء الله منسجل المحاضرة يا خالد، وهيك العدد كل ما في عماله بيزيد. طيب إذا قبل أن نمضي في موضوع الشابتر 2 بالكتاب ونحكي أكثر عن اليو أم أل، ممكن نقسم هذه المحاضرة لعدة أجزاء. فالجزء المتعلق باليو أم أل راح يكون لحال، يعني بحيث أنه ما يزيد كل مقطع عن يعني ما يزيد عن نص ساعة. بدي أحاول قدر الإمكان يكون هذا الأمر زي ما وعدتكم مسبقا. أنا كنت بدي أعمل لكم محاضرة مراجعة على الأوبجكت أورينتد بروغرامينج، فنبدأ الآن بعمل مراجعة لمين؟ للأوOP بارادايم. فكونوا إحنا نتعامل مع UML، والUML زي ما حكيت لكم مسبقا، UML زي ما حكينا مسبقا، وخصوصا موضوع الأناليزس والديزاين. لاحظوا إحنا بنحكي أناليزس وديزاين، تمام؟ يعني Object Oriented Analysis، Object Oriented Design. فقلنا هذا الحكي أنتوا أنا بنعطيكم إياه، إحنا هذا الحكي وجبناكم سيري هذا في محاضرة سابقة فيما يتعلق بهندسة البرمجيات وعلاقة بهندسة الويب. قلنا لكم انه لابد من يكون عندكم فهم للOOP Paradigm، لازم يكون عندكم فهم لمين؟ للOOP Paradigm. والصحيح عشان هيك بدنا نعمل لكم مراجعة سريعة للمفاهيم الأساسية بالObject Oriented Programming، فهذا الآن سنمر عليها مرورا، يعني إن شاء الله راح يكون سريع ومفهوم بالنسبة لكم. طيب إذا ما دام العدد بيزيد زي ما قلنا بالشعبتين، نبدأ الآن على بركة الله ونقول إنه الـ Object Oriented Programming، يعني أو قبل أن يكون هناك أي نوع من أنواع البرمجة المتقدمة وهاي الـ Paradigms، كانت الأمور في البداية يعني بدائية جدا. حكينا لكم عن Software Crisis وكيف إنه صار في عندنا Trade-off بين الـ Software والـ Hardware، بحيث أن الكوست اوف ديفلوبمنت للسوفتوير كل ما فيها بتزيد وبطريقة أسية. وحكينا لكم عن المؤتمر هذا اللي صار، ومن ضمن إحدى الحلول التي أنتجت في أثناء ذلك يعني مفهوم الOOP، مفهوم الOOP. وبجوز قبل ما أنه نحكي حتى عن مفهوم الOOP، يا لازم تعرفوا شغلة كثير مهمة، أنه منذ تلك اللحظة يعني لحد الآن العام اللي احنا فيه بال 2022، الأمور المتعلقة بالبروغرامينج الأساسيات البرمجية إلى حد ما أصبحت متعارف عليها، يعني إنها يعني ما بدي أقول إنها ثبتت يعني، أو إلى حد ما صار في عندنا مفاهيم مشتركة بين اللغات المتعددة، تمام؟ بحيث إنك أنت بتتعلم لغة يعني أنت بتعمل بروغرامينج منتاليتي وانس and use it everywhere every time. فلذلك الفاميلياريتي اند سموثنس ان سينتاكس بير لانجويج شير بارتس فيرسس يونيك، يعني هذا الامر اصبح في نوع من التكرار الى حد ما. وهذا الحكي لمستوه انتم لما اعطيناكم عملنا لكم بريفيو للجافا، وبنفس الوقت عملنا ترانسفير لمين؟ للسي شارب. شفنا بالمحاضرات الماضيه قديش ناشر بس على المحاضرات الماضية طبعا. لا هاي مادة ثانية صحيح، خلينا نشوف. ايوه نشوف بالضبط.
البلاي ليست الاخير اللي احنا المتعلقه بالهندسه البرمجيات او اوكي. شفنا المره الماضيه لما التسلسل من اوكي شفنا المره الماضيه المحاضرات المتعلقه بالسي شارب قديش كان الشفت سهل جدا من الجافا للسي شارب. هذا امر انتم بتصور انتم تجاوزتوه وفهمتموه تماما وكما يجب، وشفنا كيف طبقنا على الدوت نت فريم ورك المفاهيم المتعلقه بالايش بالسي شارب. فلذلك السي شارب والجافا لغتين متقاربتين جدا بالمفاهيم بالكونسبت. اذا تعلمت هاي سهل تتعلم هاي، والعكس صحيح، مختلفتين عن السي بلس بلس والسي صحيح. يعني هلا راح نفرجيكم كونسبت ماب توضح هذا التسلسل بين هذه اللغات الاربع اللي انا مهتم فيها وحاطها هون. صحيح. فالترانزيشن فروم كمان بدنا نفهم نقطه كمان، ليش احنا مش راح نركز كثير على البايثون؟ لان ترانزيشن فروم افوف فروم او تو البايثون از نوت سموث طبعا ان هاندلنج اريز اند لوبينج. ليه؟ لانه البايثون شوي لغه سترينج، يعني تعتمد على سترينجز كثير، وهي اصلا متخصصه اكثر في موضوع المشين ليرنينج والاي اي، لذلك ممكن ما نحكي عنها كثير في هذا الكورس، ما راح نغفلها من الذكر، يعني راح تذكر البايثون لانه فيها او بي البايثون، لكن هي صحيح اورينتد مش للابلكيشن. في ابلكيشن ديفلوبمنت بكون على البايثون طبعا، فلاسك والجانجو والامور هاي، لكن الفوكس المين فوكس للبايثون على مين؟ على الاي اي والماشين ليرنينج كونسبت. طبعا الاو او بي نفس الشيء، اذا انت تتحدث عن البيسكس والسنتكس والسكيلز فالاو او بي نفس الشيء تقريبا يعني. فلذلك عندنا احنا ثلاث مفاهيم، عندك اوبجكت اورينتد اناليسيس واوبجكت اورينتد ديزاين اوبجكت اورينتد بروجرامينج. بس خلينا قبل ما انه نمشي بهذا الموضوع انا حابب افرجيكم بس نقطه مهمه كثير تتعلق باساسيات لغات البرمجه. فلو شفنا بعض التكست بوكس اللي بتتعامل مع البرمجه بالمطلق، يعني بالبرمجه بغض النظر عن اسقاط على اي من لغات البرمجه الاخرى، يعني سواء سي شارب او بايثون او جافا او بيرل او واتيفر، في هذا الكتاب لتوني جاديس حاب تعامل مع البروجرامينج لوجيك اند ديزاين. فلاحظوا انا هون عامل لكم تشيت شيتس تحتوي على هذه امور انتم بالنسبه لي انا او بالنسبه لكم بعتبرها معروفه، بتعامل مع مفهوم البروجرام الفاريبل ديتا تايب الاوبريتورز المستخدم الفانكشن مفهوم الفانكشن مفهوم الفلو تشارتس، في انه هذا مثلا عباره عن اساينمنت المربع يعني اكس تساوي 5 ستودنت ايكوال وات ايفر، هذه كولينج هاي انبوت شكل المعين هذا اوتبوت تمام، هذه كلها عباره عن ماذا؟ عباره عن لحظه هاي الفلو تشارتس اللي بتصير. طبعا هذه الفلو تشارتس انا مسبقا انا لما عملنا معكم اللي هو الاكسبيرمنت متعلقه بالريكويرمنتس مثلا البيزنس بروسس بالباندا، فلاحظت انه اغلبكم كان يرسم بالطريقه هاي، وهذا شيء جيد، هذا شيء جيد، لكن احنا الان في هذا المساق راح نتعامل مع الموديلنج لسوفت وير مور كومبلكس دان هذا الشيء اللي كنتم متعودين تشوفوه مسبقا. يعني المساله مو مساله انستراكشنز متتابعه وديسيجن سيلكشن ستيتمنت او ديسيجن بوينت او حتى فور لوب او حتى نيستد لوب او اي من هذه الامور، هذا كلياته يا جماعه تعلمتوا انتم مسبقا ووصلتوا فيه ببرمجه واحد لحد الاري تمام. هذا اللي تعلمتوه انتم ببرمجه واحد، هذه حتى الفلو تشارت المتعلقه بالاريز الدمج بين مفهوم الاري واللوبس، هاي المفاهيم انتم عرفتوها ببرمجه واحد. كتاب بجوز ادفانسد شويه وهذا انتم تعلمتوه كمان، ما بعرف شو الكتاب اللي تعلمتوه انتم ببرمجه اثنين وتعاملتوا معه مع الاو او بي، بس انا معطيكم هذا الكتاب كسامبل كمثال على الاشي اللي انتم مسبقا تجاوزتوه واللي اليوم انا راح اعمل لكم ريفيو عليه بناء عليه. فانت في هذا الكتاب مثلا اذا حدا عنده اي استفسار او سؤال يا ريت تسالني، انا شايف ناس بتسال
اوكي المحاضره مسجله يا عبد الرحيم ان شاء الله، يعني راح نتمكن من تسجيلها. ونرحب بالجميع اللي انضموا معانا هون، هذول الجماعه. اوكي في في ناس مشغلين الفيديو او مشغلين عاملين يعني الميكروفون. بنرحب بالجميع مره ثانيه واهلا وسهلا فيكم. صحيح اذا في حدا عنده اي استفسار او سؤال يا ريت يسالني او يوقف يعني يفتح المايك ويبادر في انه يسالني. طبعا نرجع لموضوعنا هون. اذا قلنا انه في كتاب او في الاو او بي انتم اخذتوها مسبقا تعاملتوا مع فاندمنتالز، هذه من الانترودكشن للتعامل مع الاوبجكتس للكلاسز للديتا تايبس للديسيجنز للاف ستيتمنت وما ياتي بعد ذلك من لوبس الى ان تصل للاري. هذا كلها شو بنسميه فاندمنتالز. فاندمنتالز بعدين بالبرمجه بيجي عندنا ثلاث ابعاد، بعد متعلق بالاو او بي او الاو اوبجكت اورينتد ديزاين، وبعد متعلق بالديتا ستراكشر اند الجوريثمز، وبعد متعلق مين بالابلايد بعض الابلاي ابلكيشنز او بعض الابلايد يعني بعض البراكتسز اللي بالبرمجه على مستوى الويب والداتابيز. ايوه تركيزنا احنا شو راح يكون يا جماعه؟ احنا على الديزايننج كلاسز والانهيرتنس والانترفيسز، بالتالي مع الانبوت اوتبوت اكسبشن هاندلنج اللي فيه جزئيا اللي فيه انه هذا الاكسبشن هيراكي جيفز ا يوسفول اكزامبل اوف وات اوف انهيرتنس، يعني هذا الشكل اللي انت عم بتشوفه قدامكم. هذا هذه المفاهيم اللي احنا راح نركز عليها في مساقنا اكثر شيء. هذه الاولويه ستعطى لهذه المفاهيم باستخدام اليو ام ال نوتيشن. ودائما انا بحب اربط مع لغات برمجه اما جافا او سي شارب، هذول اللغتين اللتان سيكون الاعتماد عليهما كبيرا. ايوه في عندنا مفاهيم اخرى كثيره. انا المحاضره الماضيه فرجيتكم الداتابيز، فرجيتكم الداتابيز وخصوصا انها بتمثل نوع من الموديلنج بنسميه اي ار دياجرام. تمام في انا بشوف ناس بيسالوا، انا بتغلب لما واحد بيسال زي هيك، يا ليت انه يكون في عندنا طيب نسجلها كمان هون من باب الاحتياط، نسجلها هون كمان من باب الاحتياط. تمام انا بحاول اسجلها هون كمان من باب الاحتياط على البلاك بورد لحتى تكون الامور في السليم. الان هي المحاضرة تسجل مرتين عندي من الديسكتوب ومن من البلاك بورد، ما يخالف، ما يهمكم. فنرجع لموضوعنا، نرجع لموضوعنا حتى تكونوا انتم مطمئنين. يعني انا بحب، انا بفضل دائما اسجل عن طريق الديسكتوب. ليه؟ لانه اسرع. صحيح اسرع وما في تشويش، ما بيعتمد على خط النت، مرات خط النت بيفصل او بيقطع او الصوت ما بيظهر، فهذا الشيء اللي هو اللي بيخلي هذا الامر زي هيك. تمام يا جماعه ثواني شوي وبنرجع لكم. ثواني زي ما انتم شايفين هون الالوان الثانيه هاي اللي هو اللون الازرق بيمثل الديتا ستراكشرز والالجوريثمز. جزء هذا مساق راح تاخذوه في مساق الديتا ستراكشرز والالجوريثم، بجوز البعض منكم اخذوا الان او ما شابه ذلك، بتبلشوا تاخذوا فيه اكثر عن الريكيرجن، تاخذوا بعض البروبلم زي تاور اوف هانوي، مسائل بتعلق بالديت بالسبيس اند تايم، السبيس اند تايم بالستورج اند بيرفورمانس، تري ستراكشر او حتى بعض الجنرال كلاسز، تراكيب من البيانات والالجوريثمز وخوارزميات الميرج سورت وما الى ذلك، والسورتنج والسيرتشنج وما الى ذلك من امور. هذا خط اخر ما راح نتطرق له في الماده تبعنا. الخط الاقرب لنا الصحيح واللي راح نتطرق له على الاغلب ممكن ندخل مفاهيم الريليشنال داتابيزز، وهذا احنا قد تحدثنا فيه المره الماضيه. قلنا انه المساله اتس نوت ماتر اوف انتيتيز، ما راح نحكي دائما عن الانتيتيز، راح نقفز من الانتيتيز للكلاسز. فهذول اثنين يعني ماشيين بخط متوازي، هذا داتابيز يعني هذا اي ار دياجرام بصير تيبلز، وهون احنا كلاسز بتصير انترفيسز مع الوقت يعني لا اوبجكتس مخزنه بالميموري. هذا الميموري هذه حتتصل مع داتابيز او ما تتصل، هذه هاي مفاهيم
بتاخذ بعد بالويب ابلكيشن مثلا. لما نيجي نعطيكم مثلا ممكن نحكي لكم اكثر مثلا على الموديل فيو كنترولر، لما نيجي نحكي لكم عن الاوبجكت ريليشنال مابينج او الاي ار ديجرام، الاي ار او الانتيتي ريليشن شيب او بسموه انتيتي فريم ورك، عفوا انتيتي فريم ورك، لما بيربط بين الكلاسز اللي بالميموري والكلاسز اللي بالداتابيس الاس كيو ال سيرفر. فلاحظوا بكون في عندنا شيء بالبرمجه كلاسز واوبجكتس بالبرمجه وما يقابلها بالداتابيس، هذا بيرسيستنت تخزين، هذا بكون ايش في ميثودز واكشنز، ويحتاج الى ابعاد بالموديلنج اكثر من مجرد الحاله السكونيه اللي كانت بالداتابيس. تمام، فهي نقطه في غايه الاهميه. ممكن يعني يتطرق الامر نحكي عن الاكس ام ال وبعض المفاهيم الاخرى، انما هذا يعني بجوز زي ما حكيت لكم هذا اللي باللون الاخضر راح يكون اقرب لنا من انه نعطيكم الداتا ستراكشر اند الجوريثمز اللي باللون الازرق اللي على اليمين. ايوه، اذا هون انت بتحكي عن اوبجكت اورينتد ديزاين، اوبجكت اورينتد بروجرامينج ببساطه، اوبجكت اورينتد ديزاين، اوبجكت اورينتد ايش بروجرامينج، زي ما اشرنا قبل شويه لهذا الامر هون بالسلايد اللي كنا عليه قبل شوي هنا. اذا ايوه هذا هون. اذا انت بتحكي عن اوبجكت اورينتد اناليسيس، اوبجكت اورينتد ديزاين، اوبجكت اورينتد بروجرامينج. فمن الذي ياتي بالاول؟ اكيد الاناليسيس بالاول ومن ثم الديزاين، بعدين بيجي ايش البروجرامينج. هذا الاشي احنا وضحنا لكم اياه مسبقا، هذا الاشي وضحنا لكم اياه مسبقا في هذا السلايد، قلنا لكم انه انت بتنتقل من الاناليسيس للديزاين، هذا اناليسيس وهذا ديزاين باستخدام اليو ام ال، يو ام ال دياجرامز اللي راح نمر عليهم في الجزء الثاني من المحاضرة، راح نمر عليهم في الجزء الثاني من المحاضرة. الاشي اللي انا كنت صحيح بدي افرجيكم اياه هون بالسلايد اللي تم اعطائه المرة الماضية هو هذا، اول جزء اعطيناكم اياه اعتقد هذا لكتشر اولى، لكتشر رقم واحد، سوري لكتشر رقم واحد. تمام، لاحظوا هذا التسلسل اللي شفناه قبل شوي، هذا المحاضرة اللي اعطيناكم اياها المرة الماضية صحيح، في تسلسل معين، اوكي في تسلسل معين من الخطوات. هنا لما قلنا لكم الداتابيز انه لما نعمل اي ار للريليشنال موديل، ايوه قلنا لكم في خطوات معينه بتتم بعد ما فرجيناكم هذا الشكل، هاي الخطوات المعينه، هاي الخطوات الاساسيه، لاحظوا هاي النقطه الاساسيه اللي احنا بنحكي فيها، لاحظوا. فاحنا هون بتحكي عن اناليسيس، بعدين بتحكي عن ديزاين، بعدين بتحكي عن بروجرامينج امبلمنتيشن. لذلك بناء على المخطط السابق هون بيجي عندنا الاناليسيس اوبجكت اورينتد اناليسيس، هون بيجي عندنا الاوبجكت اورينتد ديزاين، هون بيجي عندنا الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. فهن هذول متتابعات، هن هذول ايش متتابعات، وكلهن بيعتمدوا على منهجيه اليو ام ال. فنبدا دائما باليوز كيس ومن ثم ننتقل مع الكلاس والاوبجكتس، بنصير نركب سب سيستمز والى ان نصل لنحدد السوليوشن دومين، بعدين بنروح على الكود، بعدين بنروح ايش على الكود. هاي النقطة اللي انا بس كنت حابب اذكركم فيها، وانا كنا قد تحدثنا عنها مسبقا. تمام، فلذلك هاي النقطة مرة ثانية بنحكي لكم، اذا analysis phase to these requirements، يعني هون انت بتتعامل مع requirements. هذا الاناليسيس موديل زي اليوز كيسز، زي راح نستخدم فيها ايش اليوز كيسز، الاوبجكت كونسبتشوال موديل، وهي تكنولوجي اندبندنت. مين بقول لي شو معنى تكنولوجي اندبندنت؟ مين بقول لي ايش معنى تكنولوجي اندبندنت؟ مين جاوب على هذا السؤال؟ ايش يعني تكنولوجي اندبندنت؟ تكنولوجي اندبندنت، احسنت يا مروان، انها ما تعتمد على لغه معينه. بالضبط،
يعني انا لسه لا اخترت لا الجافا ولا السي شارب ولا اي شيء. برافو عليك يا وضح، يعني مستقله عن اي لغه تستخدم في البرمجه. بكل بساطه هذا ما نعنيه بالايش، بالتكنولوجي اندبندنت. اذا هاي مرحله الاناليسيس. مرحله الديزاين بعد ما نكمل اناليسيس، وي ديزاين ذا سيستم كونسيدرز هاردوير اند سوفتوير بلاتفورم. ها بنبلش نعمل اعتبار لهم، ما بلشنا ما طبقنا على الجافا، لكن بنبلش نحضر لهم، بنبلش نعتبر لهم من حيث الافيلابيليتي والسكيلابيليتي والبادجت وما الى ذلك. فالديزايننج از سكيل، ات تيكس تايم تو بيلد اليجنت ديزاين. زي ما شفنا قبل شوي بالديزاين احنا بندخل اكثر في التركيب، في التركيب نبلش نركب ونبلش نعمل. يعني هون احنا بالاناليسيس تفكيك، تفكيك للبروبلم والريكويرمنتس وتحليل. تمام. بالديزاين احنا بنبلش خلص، يعني بنبلش نفكر انه نركب هذا، نعمل هذه السب سيستمز او هذه السب دومينز اللي حللت بالاناليسيس، بنبلش نعمل لها سب سيستمز، نفكر بسب سيستمز لها. تمام. وهذه كلاسز بتصير بعد شوي يفترض تصير كومبوننتس بمرحله الاو او بي. لذلك then we implement test the system بالاو او بي. هنا نحن لا ليس فقط نعتبر للسوفت وير بلاتفورم اعتبار، لا بنصير محددين كمان لغه البرمجه using language. فاذا قررت انت هون تستخدم السي شارب، خلاص انت الان راح تستخدم سي شارب او جافا او ما شابه ذلك. ليش انا اعطيتكم بالفتره الماضيه سي شارب بالاعتماد على فهمكم للجافا؟ لاجل النقطه هاي الاساسيه، حتى يكون في عندكم نوع من الفلكسبيليتي في الانتقال بين هذا وذاك. اذا وي كودينج ا سبيسيفيك او او بي لانجويج، الكور سينتاكس، وبالاضافه لامور فيتشرز متعلقه بالسي شارب او متعلقه بالجافا كلهم على حده، وهكذا دواليك. لذلك هنا بندخل فيها بقضايا. اذا رحنا على شركات البرمجه راح تجد انه في عندها كل 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 شركه لها كلتشر معينه، وكل بروجكت له سكيل وحجم للفريق. يعني قد نبدا من 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 اعداد زي 3 و4 افراد بيعملوا اناليسيس ديزاين امبلمنتيشن، الى ان نصل الى اعداد كبيره جدا فوق 10 و15. ففي عندنا small projects. All of that can be done in a refined way by a small team أو large projects. وبتصير هون المسألة أصعب في الإدارة. لذلك بدنا هون business analyst، بدنا هون مسميات وظيفية زي system analyst، بدنا architects و tech leads and testers كمان و developers وما إلى ذلك بال large projects. يعني ساعتها احنا بنصير نفكر فعلا مسميات وظيفية، ويكون في عندنا إشي فورمال، إشي فورمال يحكم الناس ياكلها. أيوة. بعد المقدمة هاي إذن وبعد ما حكينا عن المفاهيم الأناليزيس وال، يعني هون شوي ركزنا احنا على الأو أو بي صراحة، يعني بدأنا بالأو أو بي لأن احنا موضوعنا أصلا أو أو بي ويو أم أل أصلا يعني. لكن هذا لا يعني إنه احنا ما يكون في عندنا تصور عن البروغرامينج بارادايمز الأخرى. فبالعلم البارادايم هو عبارة عن مجموعة من المبادئ أو التصورات، ويتضمن ذلك النظريات وطرق البحث والفرضيات والمعايير اللي بتمثل الإسهامات في أي حقل معين. بجوز هذا الحق كمان احنا حكينا لكم اياه لمن جبنا سيرة بالكتاب تاع بروخة. جبنا سيرة وهذا الكتاب أنا بصراحة راح أعمل له محاضرة خاصة أشرح عن الأشياء اللي فيه، لمن جبنا سيرة المفهوم الراشنال دريفن، لمن جبنا سيرة الإشوز بيزد موديلينج وما إلى ذلك من أمور. هذا الإشي إحنا حكينا عنه الصحيح، بجوز هاي الرسمة توضح أكثر. لما حكينا أنه مثلا أنت بتتعامل مع الإشو موديلينج مثلا، هذا لاحظ دائما كان في بالبارادايم بالعلم يطلع. طبعا لاحظ هذا النوع من الموديلينج بيعالج قضايا شوي أكثر من أنك أنت تحكي عن كلاسز وأوبجكتس ومسألة محددة ديفايند. لا هذا بيعالج مشاكل اللي بيسموها ويكي ويكت مشاكل صعبة
مشاكل فيها أبعاد كثيرة، فيها أبعاد كثيرة، أبعاد مو بس ديترمينستيك، لا لا، فيها أمور غير متوقعة، أمور إنسانية، أمور دينية وما إلى ذلك. بلاحظ حسب ما هو ذاكر بالكتاب عن إشي معين، what is the center of the universe، ما هو مركز الكون. لو سألتكم أنا قلت لكم ما هو مركز الكون الآن، أكيد إجاباتكم حتكون مختلفة حسب كل واحد ثقافته. لكن خلينا نتسلسل، الإشي موديلينج بيوضح لك البارادايم القديم. فالبارادايم القديم اللي باللون الأخضر هذا، إنه المركز هو الأرض، هاي فرضية مين؟ فرضية أرسطو. أيوة. الطرح الثاني، البروبوزل الثاني، إنه الشمس هي مركز الكون. فإحنا قلنا لكم مسبقا إنه كلا الطرحين خاطئين، ليست لا الأرض مركز الكون ولا الشمس. بس أنا كنا نقول إنه الفرضية هاي، الفرض الثاني إنه الشمس هي المركز، مش إنه أكثر صحة، أكثر فائدة لتفسير أمور كثيرة. فلذلك لما الفرضية الأرسطية هاي، هذه الفرضية اللي فرضها أرسطو اللي ظلت مسيطرة، هذا البارادايم، هذا التصور، هاي النظرية ظلت مسيطرة طوال بجوز أكثر من 1000 عام، أكثر من 10 قرون، أكثر حتى، يعني من والله حتى أكثر، أكثر من 1500. أرسطو متى كان؟ كان تقريبا 400 القرن الرابع قبل الميلاد على سبيل المثال. فبعد ميلاد السيد المسيح بجوز لحد ما أجا كوبرنيك بال1600 2000 عام، والله ظلت مسيطرة. هذا البارادايم شفت، ظل البارادايم هذا ما صار فيه شفت نهائيا إلا بعدين. رغم لاحظ هذا البروبوز، هذا كوبرنيكس، هذا الحق كوبرنيكس متى طلع؟ بعد ال1600 على فكرة. أرسطوتيل أو أرسطاليس زي ما بيسموه المصادر العربية، كان موجود 300 قبل الميلاد. بالرغم طوال هذين الألفين عام كان في مشاهدات إنه مثلاً جوبيترز مونز روتيت أراوند جوبيتر نت أراوند إير، إنه مثلاً أقمار المشتري تدور حول المشتري وليس حول الأرض. مع ذلك شو كانوا يقولوا؟ كان يقولوا إنه change will disturb the people، إنه أي تغيير عن الفرضية هاي راح يخربط الناس. حتى الكنيسة ظلت مصرة لحد سنة 1615 إنه هذا الفرض صحيح، هذا الفرض صحيح. لاحظين كيف؟ إلى أن جاء كوبرنيك بالبروبوزر 2، حكى عن هاي المسألة وأبطل الفرضية هاي. أبطل هاي الفرضية. تخيل متى جاء كوبرنيكس؟ بعد 1615. ظلت الكنيسة الكاثوليكية طبعاً، وعن الفاتيكان بيحكوا عن كنيسة الفاتيكان، لحد سنة 98 إلى أن الجماعة تذكروا وقالوا إنه هذا الافتراض اللي كانوا إحنا محطوط عندنا بالكنيسة وملزمين الناس فيه ليس صحيحاً. طبعاً تسمتروا في بارادايم، يعني هذا تصور وهذا تصور، هذا التصور لا شك أنه أكثر صحة أو فائدة من التصور الأولاني، لكنه أيضا ليس صحيحا. ففي عندك صار بعد أينشتاين، وبعد الفلسفة الكم كوانتوم ميكانيكس، يعني ميكانيك الكوانتوم وما تحدث به أينشتاين من النظرية النسبية وما إلى ذلك، قالوا تبين أنه في عندك الجالاكسيز are moving away from each other، إنه الكون كله في حالة تمدد، الكون كله في حالة تمدد. فإحنا جبنا لكم الشغلة هاي صحيح بناء على ماذا؟ جبنا لكم الشغلة هاي بناء على أنه في عندنا بارادايم. فالبارادايم في العلم موجود، بارادايم في العلم موجود. دائما بيحكوا عن بارادايم شيفت، انتقال من بارادايم ل بارادايم آخر أكثر اتساعا، أكثر اتساعا، وهكذا دواليك. لأن بلغات البرمجة أيضا لدينا نفس هذا الأمر، في عندنا programming paradigms are a way to classify programming languages based on what? On their features. Languages can be classified into multiple paradigms. لاحظين كيف؟ ما هي هذه المultiple paradigms؟ عندكم ال programming paradigms تنقسم إلى قسمين رئيسيين: imperative paradigm و declarative paradigm. الimperative
منها بروسيجرال وستراكتشرد واوبجكت اورينتد بروجرامينج. اذا الاو او بي بارادايم جزء من الامبيريتيف بارادايم. في عندنا بارادايم اخر بسميه الديكلاراتيف اللي هو فانكشنال بروجرامينج او لوجيك بروجرامينج. هذا الامر نعطيكم امثله عليه. البعد الامبيريتيف اللي هو بدا بالسي والباسكال وبقيه اللغات والالجول وبقيه اللغات الاخرى، هذا بنسميه بروسيجرال. بروسيجرال ايوه، مع سي بلس بلس اللي هي تعتبر بروسيجرال، اضيف عليها ايضا بعد الاو او بي كلاسز والاوبجكتس. انبثق بارادايم جديد بلش يتخلص من البارادايم السابق المتمثل بالبروسيجرال اسمه الاوبجكت اورينتد. في لغات بالكامل اوبجكت اورينتد ومش بروسيجرال زي الجافا، زي السي شارب اللغه اللي راح نتعامل معاها كمان بالاضافه للجافا. ليش انا بقول لك راح نركز على السي شارب والجافا وليس السي بلس بلس وليس السي؟ لاجل هاي النقطه اللي احنا بنحكي لكم عنها. فمره ثانيه نعيد زي ما حكيت لكم مسبقا، وكويز عملنا لكم اياه الاسبوع الماضي او انتم جربتوه على الدبليو 3 سكولز، كان الكويز كالتالي: انه هل السي بلس بلس الياس للسي، هل السي شارب عفوا الياس للسي بلس بلس؟ قلنا لا، هذا الاجابه هذا السؤال مش. وبالمناسبه الكويز اللي راح يكون الاسبوع الجاي، احنا كل اسبوعين بنعمل كويز للبريفيو، صحيح الكويز اللي راح يكون الاسبوع القادم هذا الامر راح يكون داخل فيه، فارجو انه تكونوا منتبهين لهذا الموضوع بشكل كويس. اذا في حدا عنده اي سؤال او استفسار بنرحب اسئلتكم. اذا في حدا عنده استفسار او سؤال ومع ناس انضموا جديدا بصير نكمل. فلذلك في عندنا الان يا جماعه الخير لاحظ النقطه الاساسيه. لاحظ انا حاط السي شارب هون والجافا بجنبها، وكاني قاعد بقول لك انه اما هاي او هاي، وكاني قاعد انا بقول لك انه انت كلاهما سيان، بدك تبرمج سي شارب بصير، بدك تبرمج جافا بصير، لانه تقريبا اللي بتقدر عليه الجافا بتقدر عليه السي شارب والعكس صحيح. طبعا في فرق كبير بالبلاتفورم وما الى ذلك، بس انا عم بحكي عن شغله انه لما تعمل اوبجكت اناليسيس اوبجكت اورينت اناليسيس للحظه معينه وجزء من الديزاين تقدر تروح سي بلس بلس او تقدر تروح جافا، ميك نو ديفرنس. هاي النقطه اللي انا بوضحها يا جماعه هون. احنا ليش مركزين لكم على السي شارب؟ لانه متوقع تكون اكثر لغه بوبولار بالعالم، غير انها سهله، شفتوا قديش هي سهله ماشي، وشفتوا قديش في اقبال عليها، هيوج كوميونتي. بالاضافه it gives a clear structure to programs and allows code to be reused lowering development costs. هاي مسألة أساسية. As C sharp is close to C and C++ and Java, it makes it easy for programmers to switch to C sharp or vice versa. الانتقال من هذا إلى ذاك بطريقة سهلة. لا يعني اللي بيميز السي شارب إنه إذا كانت الجافا، طبعا إذا كانت السي طلعت بالسبعينات والسي بلس بلس طلعت بآخر السبعينات بداية الثمانينات، فإن السي شارب طلعت متى؟ بال2002، وطلعت كحركة مضادة لمين؟ للجافا اللي طلعت بالتسعينات. الجافا لاحظ التسلسل بين هاي السبعينات ثمانينات تسعينات ألفينيات إنجاز لنا التعبير. وشفنا المرة الماضية شغلنا الفيجوال ستوديو دوت نت، شفنا الدوت نت فريم وورك واشتغلنا عليه. فلذلك سي شارب واسعة تستخدم لتطبيق التطبيق على ماذا؟ الموبايل ابلكيشنز، الديسكتوب ابلكيشنز، الويب ابلكيشنز، ويب سيرفيسز اند ويب سايتس، جيمز، داتابيز ابلكيشنز اند ماتش ماتش مور مور مور. ذاتس ات اباوت ذاتس وات وي ار why we are talking about what about C sharp. الآن خلينا ندخل بصلب محاضرة اليوم، تحديدا ال procedural versus object oriented. أيوة، أو نحكي أكثر عن المميزات ال object oriented. بماذا يمتاز ال object oriented عن ال procedural؟ إذا حدا عنده أي سؤال يا ريت تحكي لي. الاختبار راح يكون الأسبوع القادم يوم الثلاثاء
يوم الثلاثاء الساعة 1:30 إلى 2:00. مش اختبار هو بقدر ما هو كويز يعني. فلكلا الشعبتين، لهاي الشعبة وهاي الشعبة، تمام؟ بنحكي لكم عنه باخر المحاضرة هاي، بنحكي لكم عنه يا وضاح، ما يهمك. طيب خلينا نحكي، اذا نرجع لموضوع البروسيجرال والاوبجكت اورينتد، الفرق بينهم. طيب حكينا عن ميزات السي شارب والجافا، او ميزات اللغات وتدرجهن والبارادايمز. الان نيجي نحكي عن ميزه البارادايم المتعلق بالاوبجكت اورينتد بروجرامينج عن البروسيجرال. الان اطلعوا على هذا الرسمتين اللي على اليسار واليمين. اذا بتلاحظوا الرسم اللي على اليسار، في عندنا يفترض انه نعمل نظام بنكي، نظام للبنك. هذا النظام يقوم بما يلي: لازم يكون في سحب، لازم يكون في ايداع، ولازم يكون في تحويل. لاحظوا هون احنا ركزنا على ايش؟ ركزنا على افعال، على اكشنز، فلم نرى الاشياء بعينها، او لم نستطع ان يعني نتبين ملامح الاشياء. بينما هون بالاوبجكت اورينتد التفكير يكون كما هو بالعالم الواقعي، باتوم اب. باتوم اب كيف يعني باتوم اب؟ يعني بكون في عندنا كاستمر، بكون في عندنا بشنطته في ماني، هذه الماني يمكن ان يسحبها من البنك ويمكن ان يودعها الى البنك، وممكن انه يحولها من اكاونت لاكاونت ثاني. فلاحظ هون احنا بنركز على الاسماء، بنركز على البيانات، داتا، حلو. ومن ثم بعد ما يكون في عندنا داتا مرتبطه بأوبجكتس معينه او بكلاسز معينه، بنصير نقول انه في عندنا افعال او اكشنز او ميثودز، من حيث انه الكاستمر بيعمل ويذدرو، الماني از ديبوزيتد او ترانسفيرد فروم اكاونت تو اكاونت. لاحظ هون الفكرة بالأوبجكت أورينتد إنه نرى الأشياء كما هي، نرى الأشياء كما هي. بينما البروسيجر لا تكاد أن تتميز هذه، تتميز هذه الأشياء بسبب إنه في عندنا إيش؟ بسبب إنه في عندنا بس actions وبس functions. لاحظ بس أنت بتتعامل بالبروسيجر أورينتد بروجرامينج، أنت بتعمل divisions بس لفunctions، فبتقول main program بيحتوي على ماذا؟ withdraw وديبوزيت وايش كمان او ترانسفير، بتصير تقسم بناء على هذا الامر. فهذه يعني لايك وات سيد هير، يعني از ديفايدد انتو سمول فانكشنز، وايل ان او او بي ات از ديفايدد انتو وات، انتو اوبجكتس. فلذلك احنا هون بنقسمها لاوبجكتس. هاي النقطه المهمه في الموضوع اللي احنا بنحكي فيه واللي راح نشوفه كمان شوي. كمان شوي راح نروح على مفهوم الاوبجكت، عفوا راح نحكي عن الابستراكشن بس قبل ما نجي لهون خلينا احنا ماشيين بطريقة متسلسل قدر الامكان. هذا كله حكينا عنه، ايوه. اذا الاو او بي وركس ويل وذ ريل وورلد اوبجكتس زي ما حكيت لكم. فبالبروسيجر بروجرامينج از نوت جيفن ذا تو داتا بات تو بروسيجر، withdraw deposit transfer، but will OOP importance is given to data rather than functions because OOP it works well with real world objects زي ما حكيت قبل شوية. فلذلك البروسيجرال top down. شو يعني top down؟ يعني منبلش فيه من فوق لتحت. بينما ال OOP واقعي أكثر، ف bottom up. شو يعني bottom up؟ منشوف الأشياء أمامنا، وهي الأشياء عبارة عن ديتا، فيها ديتا أو تحتوي ديتا، والديتا هاي فيها إلها إيش؟ ميثودز اللي هي withdraw deposit transfer. يعني كله بحصل بعضه، لكن بالنهاية الفكرة وين؟ الفكرة من أين تبدأ التحليل وكيف يكون تحليلك صحيحا؟ كنا نحكي إحنا قبل شوي عن analysis، بعد شوي ما نعمل design، بعدين ما نعمل implementation. فإذا إحنا بدنا نعمل analysis على مستوى procedural
مع الوقت من الاشياء بنبطل نتبينها تماما. بينما بالاوبجكت انت من البدايه انت ترى الاشياء كما هي، لذلك التحليل تبعك بكون صح والديزاين بالتالي بكون صح والامبلمنتيشن بكون 100% صحيح. فالاو او بي صحيح هاي بجوز عباره عن مقدمه لمفهوم الاو او بي وكيف احدث فرقا عن البروسيجرال بروجرامينج السابقه، اللي هو احنا ما البروسيجرال بروجرامينج اللي هي عباره عن فانكشنز وما بنستخدم فيها الكلاسز والاوبجكتس. الاو او بي عباره عن هرم كبير من الافكار الصحيح، هرم كبير من الافكار. كل ما يبدا بالاو او بي بارادايم، هاي الفلسفه او الميثودولوجي المنهجيه العامه العموميه للموضوع، كل ما نزلنا لتحت بالهرم كل ما ازدادت الامور تطبيقا وازددنا قربا من الممارسات. لذلك هاي المفاهيم كلها الاو او بي كونسبتس والمبادئ الاساسيه اللي اليوم حضرت اليوم راح نركز عليها اكثر الصحيح، وايضا الاو او بي برينسيبلز ممكن هذه نشرح لكم اياها متى، بعد شهر او شهرين. ليه؟ لانه الاو او بي برينسيبلز الصحيح بدها نوع من يعني بدها فهم اعمق للامور، بدها تطبيق اكثر. الديزاين باترنز هذا ما راح نشرح لكم اياه بعد شهرين، راح نشرح لكم اياه بعد 3 اشهر. ليش؟ لانه انت لما توصل لمرحله الديزاين باترن، وانا كنت قد خبرتكم عن هذا الامر من قبل، لما توصل لمرحله الديزاين باترن هي التي توصف بانها best practices for some repetitive design subtasks. لاحظين كيف؟ هاي النقطه المهمه، ممارسات الافضل لمشاكل متكرره جدا. هذا الديزاين باترن قلنا لكم عن انها طلعت بال 1995-94 مع انريش جاما وكمان واحد معاه اللي هو الجانج اوف فور، عصابه الاربعه يعني سموها الديزاين باترن. على كل حال هذا الحديث يطول عن هذا الموضوع. احدى اهم الديزاين باترنز اللي انتجت اللي هو الام في سي موديل فيو كنترولر، راح نحكي لكم عنه اكثر ان شاء الله بالشهر الثالث اخر الماده، يعني ماده الفاينل راح يكون ان شاء الله، لانه انا بيهمني انه كمان تطبقوا يكون في تطبيق، وقد نحتاج انكم تتعلموا الاي اس بي دوت نت. فلو توجهت لكم سؤال قلت لكم كم من واحد هون بيعرف اي اس بي دوت نت، فماذا انتم قائلون؟ اللي بيعرف اي اس بي دوت نت يطبع 1، اذروايز يطبع 0 حتى اعرف. ماشي ماشي ماشي، متوقع متوقع متوقع، تمام تمام اوكي. ليتس جو باك. اوكي، موضوع سهل يعني مش صعب، موضوع سهل مش صعب يعني فروم راح نحكي بعدين بالديزاين باترنز عن شغلات شوي ادفانسد، الدومين، مفهوم الدومين والدومين دريفن ديزاين حتى يعني ممكن نحكي لكم عنه اكثر. فروم دومين تو انذر سم باترنز ار مور يوزد، زي الباترن هذا اللي بالويب، انك عندك ويب براوزر عن طريق ال HTTP request response بروح على الويب سيرفر، هذا الويب سيرفر بروح على الابليكيشن سيرفر، من خلال سكريبتات برمجية بدخل على الداتابيز سيرفر. لاحظ انت بتحكي عن 4 طبقات، هذا باترن اخر غير ال MVC، او هذا مش حتى باترن، هذا يعني اركتكتشر، معمارية موجودة. والمعمارية سيتم تغطيتها بالكتاب الصحيح إذا أردنا أن نأتي إلى الكتاب، فنقول إنه هذا الكتاب بتاع بروخا بيتسلسل معانا بطريقة جميلة جدا وسهلة إلى أن يصل بنا إلى هذه المفاهيم اللي أنا قلت لكم عنها قبل شوي. خلينا بس نشوف الاندكس تاع كتاب بروخا أو بروغي واتفر. اوكي، هاي لاحظ هون ببلش يحكي بالاناليزس بشابتر 5، لاحظين كيف؟ حتى شابتر 4 requirements elicitation، وكنا قد تحدثنا لكم مسبقا المحاضرة الماضية لما طلبنا منكم نعمل use case عن business process للباندا مثلا، فكل واحد منكم كتب
كل واحد منكم كتب ورقة بدون أن بدون ترتيب بيناتكم صحيح، كل واحد كتب سيناريو. فهون بال requirements elicitation راح تتعلموا كيف تحولوا من السيناريوز، كيف تجمعوا one general use case from many particular scenarios. وقلنا كل ما زادت السيناريوز أكثر كل ما صار في عندنا نوع من الفهم أكثر لل أو فهم أكثر لل requirements، وبالتالي القدرة على إنه نوصل لمرحلة الأناليزيس وإحنا فاهمين المسألة ومفككينها لأبعادها وعارفين كل الأفكار. وقلنا لكم أنه أنتوا الـ 25 طالب أو 30 طالب اللي كنتوا بالمحاضرة أو الشعوبتين 40-45 طالب، كل ما زاد العدد كل ما كان أحسن، كل ما كان في ريفاينمنت أكثر للموضوع، كل ما كان في يعني النمط الكاستمرز الموجودين كل ما كان الأناليزيس أفضل وقدرة أكبر على فهم الريكويرمنت. لذلك هذين التو تشابترز مرتبطين في بعض بشكل كبير. بعدين بكون الديزاين بياخذ 4 تشابترز زي ما انتم ملاحظين هون، الديزاين بياخذ 4 تشابتر. فلاحظ بنبلش نعمل ديكومبوزنج للسيستم، بلش نعمل سب سيستمز، بعدين كل سب سيستم بكون له جولز ديزاين جولز. هون بنبلش نتعامل مع ريوزنج باترن سوليوشن، هون بتنجاب سيرة الباترن. ملاحظين كيف هون بتنجاب سيرة الباترن، لانه الباترن المفروض يكون لما بكون ريبيتيتيف فانا بقدر اعمل له ريوزنج، زي ما صاير معانا بالان في سي مثلا بالاسبيدت نت اذا بدنا نبرمج على الويب مثلا. تمام. بعدين بنصير نعمل واجهات، حتى الموديل فيو كنترولر فيه الفي هاي يعني فيوز واجهات، الى ان نصل للكود، الى ان نصل للكود بشابتر 10. بعدين نعمل تيستينج بشابتر 11. تمام. اذا هاي الشابترز فيري فيري امبورتنت، بتلخص لنا الشيء اللي احنا بنحكي فيه من الاناليزيس للديزاين للكودينج او الامبلمنتيشن الى ان نصل، او البروجرامينج الى ان نصل للتستينج. فلذلك الاو او بي تحضر هنا بالكودينج، الاو او اي تكون موجودة هون بالاناليزيس، الاو او دي تكون موجودة هون بهذه التشابترز المتابعة. لذلك هاي مفاهيم يعني ليس سهلا ان تقول اناليزيس او ديزاين، انظر قديش في عندك تفاصيل. اوكي. طبعا هذا المانجينج تشينج هذا امر اخر راح نحكي فيه اذا ضر معنا وقت ان شاء الله، وي ويل توك اباوت ات ليتر. انظر الى كم الهائل من التفاصيل، يعني احنا شابتر واحد واثنين تقريبا تحدثنا عنهم. اوكي. وبلشنا نحكي لكم عن اليو ام ال دياجرامز بال لاحظوا الريكويرمنت اليسيتيشن قديش فيها تفاصيل. وتذكروا دائما مثال الباندا اللي اعطيناكم اياه وقلت لكم بدنا نعمل الفانكشنال ريكويرمنت، فانتوا شو عملتوا بالضبط؟ يعني حتى وقت ما زحنا قلنا يا عمي انتوا باعتبار اتجاوزتوا المفاهيم اللي حتاخذوها مو بس في شابتر 4 لا في شابتر 5 كمان، انتوا عم تعملوا اناليزس سيناريوز وما الى ذلك. ايوه. ف هذا طبعا اوكي، هذا امر راح نحكي عنه اكثر لما نيجي للريكويرمنتس، موضوع السيناريوز وما الى ذلك من امور. طبعا على هذا على هذه السيره الارينا كيس ستدي فيري امبورتنت، هاي مهمه جدا مهمه جدا جدا الارينا كيس ستدي. طبعا ليست او لا تبدا فقط من شابتر 4، هي موجوده في شابتر 4 من حيث اناليسيس، من حيث ريكويرمنتس، حيث انه احنا نفرجيكم كيف نعمل بروبلم ستيتمنت، بعدين نعمل ايدنتيفاينج للاكترز والسيناريوز واليوز كيسز وكيف نعمل ريفاينمنت لها. بس اوريدي اصلا من قبل موجود ذكر لها في شابتر 1 على ما اعتقد، شابتر 1 هاي ارينا كيس ستديز. ممكن اعمل محاضره عنها لحال، يعني فيديو مقطع لحال واعمل له تسجيل واوديه لكم. طبعا هذا الارينا كيس ستدي. تمام. الارينا كيس ستدي بتضل معاكم بشابتر 4 كمثال كاكزامبل تطبيقي على ما يتم شرحه في الانتقال من الاناليزس. لاحظ بالاناليزس في خصوصيه الارينا كيس ستدي، حيث انه بنحدد الانتيتي اوبجكتس والباوندري والكنترول، هاي الثلاثه. بعدين بنصير نفكر بالانتر اكشنز بتوين هذه الاوبجكتس،
الى ان نصل للاناليزيس موديل بالاخير. لما نروح على الديزاين، لاحظ بالديزاين نعالج قضايا كثير مهمه. برضو كمان حاكي عن الارينا، حاكي عن الارينا هون، هون هاي الارينا. ايوه، لما بصير يحدد من هاي الاوبجكتس سب سيستمز، يبدا سب سيستمز تمام، ومابينج سب سيستمز تو بروسيسورز اند كومبوننتس. لاحظوا الكومبوننت احدى الدياجرامز المتعلقه باليو ام ال اللي قلنا هي الاقل استخداما من الكلاسز واليوز كيس والامور هاي. متى نبلش نستخدمها؟ بالديزاين. بالديزاين، وهي مثال عليها راح يكون موجود هون ان شاء الله، بالاضافه لما كنا قد قلنا قبل قليل انه احنا بنعمل بعدين نوصل لمرحله الباترنز. لاحظ ايوه، باترنز زي ايش؟ زي الابستراكت فاكتوري ديزاين باترن. هذا ديزاين باترن شائع الاستخدام، راح ناخذه في شابتر 8. ممكن كمان كومبايند ديزاين باترنز او حتى اوبزرفر ديزاين باترن. هذول اذر ذان ام بي سي. ام بي سي على الاغلب بكون موجود بالويب ابلكيشنز اكثر شيء. هون هذول احنا بنستخدمهم بالبرمجه بشكل عام، يعني بغض النظر ويب او ديسكتوب حتى. تمام، بالشابتر 9 كمان حتى الحديث بضل قائم عن الارينا، بنصير اكثر واكثر نقرب من الكودينج الى ان نصل لشابتر 10. لاحظوا حتى شابتر 10 هون من يعني الارينا بس لحديت المابينج تو كود. يعني لاحظ المابينج تو كود، يعني لاحظ مابينج اسوسيشنز تو كولكشنز، مابينج كونتراكتس تو اكسبشنز. لاحظوا بلش نحكي عن الكود. مابينج اوبجكت موديل تو وات؟ تو داتابيز سكيما. لاحظ داتابيز، حاضره معانا الداتابيز هنا حتى في هذا المساق. هاي النقطه اللي انا حبيت انا بس اعقب عنها على سيره الديزاين باترنز. هذا امر سناتي له في مراحل، متى؟ ليتر اون، مش الان. لذلك بالديزاين هذا راح نستخدمه اكثر. وين؟ بالديزاين لما نيجي على الامور هاي. طبعا هون انا جايب سيره ام بي سي، مركز هون على الويب. تمام، هذا الحكي حكيناك فيها. البرنسبلز بالاو او بي كمان برضو كمان من الامور التي لا نستطيع ان نذكرها منذ البدايه. ليه؟ لانه انت يعني في معروف في شيء بيسموه نيمونكس، هذه يعني وسائل للاستذكار، سوليد. سوليد معناته صلب يعني، بس هون ابريفيشنز فور فايف برنسبلز. الاس سنجل ريسبونسبيليتي برنسبل، انه كل كلاس او كل اوبجكت لازم يعبر عن ريسبونسبيليتي وحده. ما بصير انك انت تدمج تعمل كلاس تحتوي اكثر من دور، لازم يكون لها دور واحد، ريسبونسبيليتي واحده بس. يعني الستودنت ما بصير تقول والله انا بدي اعمل كلاس ستودنت وتيتشر بنفس الوقت، لا يدوس. بحيث انه اذا بدك تعمل شيء زي هيك ساعتها انت بدك تبلش تفكر ب عمليات سبستيتيوشنز او امور اخرى يعني، او انهيرتنس. تعمل انت بيرسون بعدين تعمل انهيرت منه. لا لا، هلا كمان شوي راح نحكي. هذا الامر مو برنسبلز، هذا الامر كونسبتس الانهيرتنس. فلذلك عرفت كيف علي؟ فلذلك بالنهايه وكانه قاعد بقول لك هنا اتوميك، لازم يكون كل كلاس يعبر عن فكره واحده بس. هذا ندل على شيء، دل انه البرنسبلز هذه بتيجي بعد الكونسبتس. لاحظين؟ لذلك هذا راح ناجل على الحديث عنها بعدين، بعد ما تتشبعوا انتم من الكونسبتس اكثر وتفهموا اكثر اليو ام ال، تحديدا الكلاس دياجرام، تحديدا الكلاس دياجرام والاوبجكتس. لما تعملوا بلش نعمل منهن انستانشيشنز كثيره، ساعتها راح تفهموا اكثر علي صوره برنسبلز. بس قد تكونوا فاهمين انتم بعض الامور، لكن حتى يكتمل الفهم سيتم تأجيل هذا الحكي طبعا للشهر القادم، يعني للشهر الثاني، ممكن آخر شهر 3 حتى بعد الميدتيرم يعني. فراح نحكي عن الأوبن كلوزد برينسيبل أو سي بي، الليسكوف سبستيتيوشن برينسيبلز. بعض هذه المبادئ سميت بأسماء العلماء الذين اكتشفوها زي ليسكوف مثلا، وفكرة الانترفيس سيجريجيشن برينسيبل اي اس بي، والديبندنسي انفيرجن برينسيبل DIP. وهي بتميز فيها السي شارب الصحيح، وخصوصا
الدوت نت كور اخر النسخ اللي طلعت بعد ال 2016 وال 2017، هذولا بنسميهم سوليد، سناتي لها بعدين. في عندنا شيء اسمه دراي مثلا، هذا برنسبل كمان، دونت ريبيت يور سيلف، لا تكرر نفسك، زي ما شفنا قبل شوي مفهوم الديزاين باترنز. احنا اوريدي بنحاول نعمل ريوزابيليتي، بنحاول نعمل اعاده استخدام حتى ما نضل دائما نعيد ونزيد بالكود اللي بينعمل. كي اي اس اس، كيب ات سمبل ستيوبيد، اجعله دائما بسيطا. هذه ولياغني، يو ارنت جوينج جونا نيد ات، هذه مفاهيم بجوز انا حكيتها بالاجايل لما شرحت عن الاجايل، لذلك قلنا هاي امور شوي بيوند اور انترست ناو، وي ويل ريتيرن باك ات تو ات ليتر. الاهم من هذا كله اللي هو الاساس اللي احنا راح نحكي عنه اليوم، الاشي الواضح اللي انتو بتعرفوه اوريدي من الاو او بي، واللي راح نعملكو بريفيو لإله هون، اللي هو الانفاسيس اون وات اون اوبجكتس، وات اوبجكتس ار نيدد ان ذيس بروجرام رادر ذان بروسيجر، وات داز ذيس بروجرام نيد تو دو. ايوه، حكينا عن الداتا ستراكشرز، حكينا عن مفهوم انه الاوبجكتس كوميونيكيت ويز ايتش اذر، والباتوم اب ابروتش حكينا عنه الصحيح. الان ما دام صرنا ساعة فنتوقف ونكمل المحاضرة في الجزء الثاني.